كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينظر وجوهنا ووجوهكم، وأن يجعل هذه الساعات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يتقبلنا الله عز وجل بقبول حسن، وأن الله عز وجل يفرج عنا وعن بلاد الإسلام قاطبة يا رب العالمين. طبعا احنا اقتطع من الوقت كثيرا. اليوم محاضرتنا على آخر محور من محاور هذا الدرس، اللي هي الأسس الفقهية أو الصيرفة الإسلامية. هذا المحور يتعلق بالمشاركات والمداينات، بمعنى أنني كيف أستطيع بعد معرفتي للأسس الفقهية، معرفتي للربا، معرفتي للعقود، معرفتي لأنواع البيوع، أن أوظف هذه البيوع في المصارف الإسلامية. ما هي الصيغ المتاحة التي نستطيع من خلالها توظيف صيرفة إسلامية قائمة على مسائل شرعية صحيحة، وفي المقابل أيضا تكون هذه المسائل الشرعية يستفيد منها الناس؟ وكما ذكرت لكم في الدورات الماضية أو في الحلقات أو المحاضرات الماضية، كثير من الناس اليوم يظن في ذهنه أنه ليس لنا بالإمكان أننا نوظف توظيف هذه المعاملات، نوظفها في المصارف. فهل يا ترى هذا الكلام صحيحا أو ليس بصحيح؟ هذا اليوم ما نشرحه اليوم. إذن المحاضرة اليوم هي أساليب وصيغ التمويل والاستثمار المستخدمة في المصارف الإسلامية. طيب، طبعا احنا مر معنا الفروق بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي. شرحنا مرارا وتكرارا أن المصرف سواء كان إسلاميا أو تقليديا اللي هو ربويا، هو مؤسسة وسيطة بين طرفين. نسمع بين الحين والآخر يقول لك أن المصارف وسيط مالي، احتيال على الربا، بمعنى هذا سيأتينا، يقول لك إن يأخذ المال قبل 2013 يعطيك قرض سلفة كما ذكرنا، الآن يعطيك صح سيارة، تبي دين أنت، تبي فلوس قرض، لا يعطيك قرضا، يعطيك سلعة ثم تتورق من وراء السلعة. شو معنى تتورق؟ تأخذ السيارة وتبيعها وتتحصل المال الذي عليها. يقولون هو احتيال على الربا. يا أخوان، نراه الوسيط في الإسلام موجود، المضارب، يعني المضارب لما نعطي فلوسي لشخص نقول شغلهم لي، هل هذا وسيط أو ليس بوسيط؟ وسيط، هو وسيط يشتغل بالمال. هل يجوز لهذا المضارب الذي عنده فلوس يشغلهم لي يدفعهم لغيره هو يضربهم ولا لا يجوز؟ يجوز إذا كان في العقد الأول ما في شيء ينص على ذلك. مثلها من المسائل العصرية اليوم، يقول لك مقاولة بالباطن. شو معنى مقاولة بالباطن؟ عقد جزئي من المال. كيف؟ عقد جزئي من المال العقد الرسمي. يعني مقاولة بالباطل، اعطيهانا ممكن بمفهوم أيسر، أنا بناخذ هذا المسجد بنقاولة، أخذته من اللجنة أو نعطيه لغيري، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم، حسب العقد الذي تم بين المقاول الأول ورب العمل أو رب الشغل. احنا حتى عندنا إسقاطات أخرى، الإجارة الآن نسمع بخلو رجل، يقول لك أنا ما نطلعش من المحل إلا بخلو رجل. المحل ليس في ملكه، أنا مؤجر، أجرت من فلان لمدة 5 سنوات، جميل، أنا بنطلع خلال سنتين وأنا في العقد. كم سنة مؤجر؟ 5 سنوات. يأتيني من يعرض علي خلو رجل، هل خلو الرجل حلال أو حرام؟ منو الجمع؟ كيف؟ حسب العقد واحد،
وشيء فيه أيضا شروط أخرى. يجوز لي إن لم يكن في العقد الأول ينص أنه لا يجوز لي أن أؤجره لغيري، واحد. الشيء الثاني أني لما نبيع عتبة أو خلو رجل نبيعه في مدة إجارتي أنا. شو معنى في مدة إجارتي؟ يعني 5 سنين، نقول له بعد 5 سنين يعني تفهم أنت وصاحب البيت أو صاحب المحل، مفهوم؟ الآن في الأوقاف مثال ملك الوقف، قولا واحدا أنه لا يجوز لك أن تتنازل عليه للغير. أنا نبي بس نفتح ومضات لبعض الناس، نقول الوسيط موجود في الإسلام سواء كان يعني مصرف أو أفرادا. هذا طبعا مرت معنا وشرحناها شرحا وافيا لا يحتاج أنني أعيدها اليوم. ثم تكلمنا على مصادر الأموال في المصارف الإسلامية. شو معنى مصادر الأموال؟ يعني نفتحت مصرف، عندي مصرف الآن، وهذا دائما نتكلم فيه، هل كل مال المصرف حرام؟ هل كل مال حرام أو مال خليط؟ إيه مال خليط، لأن في الأساس أن ماله مال التأسيس حلال، مفهوم هذا الأمر. بعد ذلك منين يتحصل المصرف على الأموال التي يوظفها؟ يتحصل عليها من بيش نطيل فيها، لأن هذه الدورة تثقيفية، يا أما من فتح الحسابات الجارية أو الاستثمارية التي تسمى بالوذائع المطلقة المشتركة والمقيدة وصكوك الاستثمار. يعني الأربع هذه الأشياء هي السبل التي يأتي للمصرف فيها مصادر أموال. اليوم اللي بناخدوه يا أخواننا كيفية توظيف هذه الأموال، كيف المصرف الإسلامي يوظف الأموال. نحن اللي فهمناه في الدروس السابقة إن المصرف الإسلامي لا يعطي، لا يوظف الأموال بإعطائه للقروض، هذا متفقين فيها ولا مش متفقين؟ إيه، يعطي القروض قروضا حسنة لبعض الزبائن، أما أنه يستثمر من وراء إعطاء القروض غير موجود، هذا كويس. أساليب التمويل طبعا عندنا طريقتان. الطريقة الأولى نسمو فيها مداينات. شو معنى مداينات؟ يعني مولك بالمداينة، يمولك بالدين لكن بطريقة شرعية. كيف يمولك بالدين؟ قالوا عندنا أحد الطرق الأدوات التمويل بالمرابحة. المرابحة يمول بها المصرف لكن يمول بها عن طريق الدين. واضحة إيش معنى التمويل بالمرابحة؟ سنتكلم عن المرابحة ونعود للشبه التي تدور حولها والكلام الذي طال في هذا الباب بين مجيز وبين محرم وبين من اشترط شروطا واشترط بعض الأشياء، يأتي الحديث حولها إن شاء الله. عندنا التمويل بالسلم. السلم يا أخواننا هذا الباب الذي موجود في ديننا وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، فتح للأمة أفاق عظيمة. السلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم فليسلم في كيل معلوم في وقت إلى وقت معلوم. وسيأتي إن شاء الله ضوابط السلم، أين يوظف السلم اليوم. احنا نقرأ في المعاملات، كثير من يقرأ أبواب الفقه يرى السلم موجود، لكن يعني كتطبيقا وين تطبيق السلم؟ يأتي ذكره بإذن الله اليوم ونحاول إتمامه اليوم إن شاء الله. عندنا تمويل بالاستصناع. تمويل بالاستصناع، كيف التمويل؟ هو مداينة في الأصل. عندنا أيضا تمويل بالإجارة التشغيلية، إجارة التشغيلية يأتي الحديث عنها. عندنا تمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا أيضا باب عظيم من أبواب التمويل التي قامت دول بهذه الصيغ، دول وحضارات أمم بنيت بهذه الصيغ اليوم. عندنا أيضا إجارة المنافع، لا نحب أن نتكلم عليها لأن أيضا بابها طويل إن شاء الله. عندنا التمويل بالمشاركات، يعني التمويل بالمضاربة المطلقة. شو معنى المضاربة يا أخواننا؟ يأتي ذكرها إن شاء الله. المضاربة تعطي مالا لإنسان تقول ضرب لي به، يعني شغله لي. ممكن تأتي للمصرف وتفتح هذا الباب نشرحه اليوم. عندنا التمويل بالمضاربة المطلقة والمقيدة. شو معنى المطلقة والمقيدة؟ المطلقة يطلق لك يدك في استعمالها، هذا 10,000 دينار تاجر بما شئت من السلع. المضاربة المقيدة تاجر لي لكن في السيارات فقط، وإذا تجرت في غير السيارات تعتبر قد تعديت. واضح؟ في عندنا التمويل بالمشاركة الثابتة،
أنا وفلان شاركنا في سيارة، شاركنا في بيت، هذه ثابتة يعني باقية، ونهاية السنة نشوف أرباحنا. وهناك عندنا تمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك، يأتي الحديث عنها كويس. قال لك تطور صيغ والأدوات والمعوقات. طبعاً احنا مما لا شك فيه يا أخواننا أن الصيرفة الإسلامية والمصارف كل يوم تتطور. الآن هناك بيع رصيد عن طريق الرصيد التليفون الهاتف، يعني بيع لك رصيد عن طريق حسابك المصرفي. يعني الآن عندنا مثال في ليبيا، أحد المصارف إذا كان عندك حساب فيه تشترك معه في خدمة الهاتف النقال، يحول لك الأرصدة كامل. العالم كله يا أخواننا ما عادش تستعمل في الشيكات اليوم، يا إما بطايق ATM، بطايق سحب ونقاط بيع. الشيك هو وسيلة للائتمان، يعني نكتبه لك نزل كمبيالا يبقى عندك، لكن معاملات الناس عبر ماذا تتم يا أخواننا؟ تتم عبر البطائق. حتى نقل النقدية ونقل النقود لا يستعملونها إلا قليلا، بل يستغربون اليوم أن الناس ما زال يستعملوا في النقود. لماذا؟ للسرقة، للتكلفة النقدية، يعني تكلفة نقل الأموال عالية جدا، التزوير. نحن أتينا وقت من الأوقات من مطار معتيقة إلى مصرف ليبيا المركزي، كم كلفت خزينة الدولة وثيقة التأمين؟ 2 مليون. يعني أنا لكن تقول لي خير ما ينقلهاش بدون وثيقة تأمين. لا يمكن لمصرف أو نقل نقدية يسموا فيها أن تتم بدون تأمين، مفهوم هذا؟ طائرة تطير في السماء ما جيش عقلا أن تقول لي لا أنا الطائرة عادي حتى لو طاح التأمين نمشي بها. لا يسمح لك حتى بالطيران فوق بعض الأجواء الدول إذا كانت طائرة ما عندهاش تأمين، تأمين أبدان أو أجسام الطائرات أو تأمين من فيها، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الصناعة المصرفية تتطور يوما بعد يوم، أساليب والأدوات المستخدمة هي تتطور أيضا بتطور الظروف. كويس. أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه في الصيرفة الإسلامية في بلادنا نتكلم، أولا تصميم القوانين. القوانين اليوم لم تترك للصيرفة طريقا لاستخدامها. أذكر لكم مثالا، احنا لما تمشي لمصارفنا لا تجد إلا المرابحة. أنا نبي بيت يا أخواننا، ما نبيش مرابحة، أنا لا أريد، نريد بيت. أنت الآن السقف الذي مسموح ليك تمول لي بيه عن طريق المرابحة 47 ألف. جميل. 47 ألف هذه هل تستطيع أن تبني لشخص عند قطعة أرض؟ تستطيع يا أخي الكريم، عندنا أراضي شاسعة واسعة، يمكن أن تبني لي بيتا وعلى الأقساط. لماذا بس المرابحة؟ نقول أن المصارف تقول أن أكبر عقدة تواجه فيها وتصطدم أمامها هي القوانين التي لا تحمي. كيف القوانين؟ أولا ما فيش وزارة تخطيط تخطط الأراضي، ما عندناش مخططات، والمصرف لا يستطيع أن يبني خارج أي مخطط غير معتمد. واحد. الشيء الثاني، لا يستطيع أن يبني بعدم وجود رخصة بناء. 2. إذا نحن الآن في ليبيا مثال، تركنا لأصحاب الأموال في بعض التجار يفتح أراضي وقطع ويوزع ويبني ويبيع دون أن تتدخل الدولة في منع هؤلاء. الأراضي الأزلام قسمت وبيعت ووزعت، الأراضي متاع الناس أراضي زراعية كبيرة جدا، عندنا أشجار في كل مكان وحدائق وغابات قضي عليها. لماذا؟ لأن الدولة لم تفكر، أو مهناش دولة لكي تفكر في فتح مخططات جديدة تستطيع من ورائها يستطيع من وراء هذه المخططات أن توظف البنوك أموالها. الأموال موجودة يا أخواننا، لكن الطريقة في توظيف هذه الأموال. أيضا السجل العقاري أو التسجيل العقاري غير مفتوح، يقول لك أنا كيف بنبيع على التقسيط والتسجيل العقاري لا يسجل لي أو لا يوثق لي هذه القطعة أو هذا البيت باسمي أنا حتى يكمل المستأجر أقساطه. وهذه عقبة أو ليست بعقبة؟ عقبة كؤود كبيرة جدا. أنا أذكر أن بعد الثورة مباشرة هناك من عنده 100 هكتار في غوط الرمان، المال موجود، الشركات موجودة، نموذج أيها الإخوة الكرام والله سكني من أعظم ما يكون، مدة التنفيذ 11 شهر. ما هي العقبات التي واجهتهم؟ واجههم عقبة ما فيش قانون.
لا قال لا جيش ولا شرطة ولا قوانين منظمة ولا مخططات فتحت، فلهذا نرى العشواء. الآن كثير من الناس يظن أن ليبيا ما فيهاش استثمار أو ما فيهاش ضخ أموال، والله فيها يا أخواننا، لكن عشواء، خبطة عشواء. تجد من فتح لك في عين زارة، التجار الآن يفتح ويدير مشاريع وأراضي وعمارات، وسمعنا من يبيع شقق سكنية، لكن المشكلة أنها بدون أوراق. الفلاح يعني كلف الدولة في إزالته مال اللبدة، الآن يبنى من جديد. الهضبة الآن تبنى من جديد، لماذا؟ لأن العقلية التي إذا منعت الشيء الخطأ ما وضعت بديل آخر يستطيع الإنسان أن يستثمر هذا البديل. إذن أهم المعوقات إخواننا الكرام هي تصميم القوانين. أنا أعرف في بعض دول الخليج لما تأتي أنت وتريد أن تأخذ سيارة بالمرابحة مثالا، ما يقول لك تجيب ضامن ولا تمشي للمصرف. مندوب المصرف وين موجود؟ موجود في وكالة البيع، الوكالة اللي تبيع هذه معرض السيارات موجود فيه، وحسابك عندهم منظومة ومباشرة تشتغل عن طريق الكمبيالات. لماذا؟ لأن في قانون يستطيع أن يأتي بك متى ما أرادوا ذلك. لكن راهو القوانين هي المعرقلة في توظيف كثير من الصيغ الإسلامية، سواء عقود الاستصناع، الإيجار المنتهية بالتمليك، سيأتي ماذا فوائدها للدولة أيضا. النقص أيضا، المواجهات اللي تواجه الصيرفة الإسلامية، النقص في المتخصصين، المهندس المالي الإسلامي، الهندسة المالية الإسلامية. كما ذكرنا لكم ونعيد أن احنا الشيخ اللي يقول حرام، طيب أنا على عيني وراسي حرام، لكن ما هو البديل الحلال؟ أعطيني بديل أستطيع أن أتماشى به اليوم وأشتغل به وأوظف الصيغ الإسلامية. فنحن مثل هذه الدورات إخواننا الكرام تخرج لك المهندس المالي الإسلامي الذي يستطيع اليوم أن يتعلم الأدوات. نحن نتعلم في أصول الفقه، نتعلم في القواعد الفقهية، نتعلم أيضا في أبواب الفقه، لكن لما تأتي للشيخ تقول له وظف هذه الأدوات بحيث أن تخرجها لواقع الناس، لا يستطيع. السلم وظفها، المساقاة، المزارعة بيوظفها، لا يستطيع أن يوظف ذلك. فأيضا محتاجين، هذه عقبة من عقبات الصيرفة الإسلامية. الأمر الثالث المحاكاة، هي عقبة من العقبات المحاكاة. شو معنى المحاكاة؟ المصارف جابت سيارات، اللي مشط فلوس وخنب فلوس مشى جاب سيارات غسيل أموال، اللي بعدها بزوجته مشى جاب سيارات. غير الفكرة، يعني الآن الطفرة طفرت مقاهي، الآن لو رتاها في ليبيا كلها فتحت مقاهي، من الذي يأكل في البيت؟ ريت قضية الناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأسراب القطا، يعني مجبول على كل واحد يتتبع الآخر ماذا يفعل. يا أخواننا تنوع الاستثمار وتنوع توظيف الأموال هو الذي يتيح لكل فرد أو يتيح لكل جزء من المجتمع حاجته. لكن لو نوظف الأموال كل سنة يأتي شيء، جاءت سنة من السنوات على استقطاب رؤوس السيارات الكبيرة، هذه الشاحنات من أوروبا، جابوا رابش أوروبا وسيارات أوروبا إلى ليبيا كلها نفس الشيء، سيارات. الآن إذا أنت ألقيت بنظرك في شوارعنا وفي على الأرصفة وفي الساحات تجد كلها مليئة بالسيارات. هذا يا أخواننا في ظل احنا ما عندناش إعادة تصدير، يعني ما عندناش مناطق حرة بحيث أننا نستطيع أن نعيد تصدير مثل هذه السيارات إلى أفريقيا. طبعا جبل علي هو اللي واخذ هذا الباب في التصدير، فليبيا يعني كموقع متاح لها ذلك، لكن أنت تجيب في أغراض مثل هذه وما عندكش وين تنفذها. فأصبحت السيارة في ليبيا أرخص من بلاد المنشأ، وهذه إشكالية كبيرة. لماذا؟ لأن الناس يوم تأخذ السيارة مرابحة لماذا تأخذها؟ نعم، للنقد، للتورق، يبي فلوس، يبي يعالج، يبي يتزوج، يبي يبني فوق حوشهم، يبي يخش المشروع، يبي يتزوج، يبي يعالج، يعني أصبحت السيارة هنا. فهذه قضية المحاكاة هي التي جعلتنا في هذا الأمر وأتت كثيرا من السلبيات على السيرفة الإسلامية. أيضا هناك أشياء أخرى، هي التنافس الإداري أو تواضع القناعة عند بعض مدراء المصارف. بعض مدراء المصارف عنده شك في سلامة الصيرفة الإسلامية، يعني يقول لك قاعدين الآن احنا 3 سنوات، أعطوهم فرصة سنتين من 2013 ل 2015، مازال
مازال يتمنى أن يمدد له القانون، لكن لما تقول له شنو البديل، أنت دير خطة ألف خطة باء، لا عنده خطة ألف ولا خطة باء حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. بايشين أنت طموحك؟ ما فيش طموح، طموح أنه اشتغل كما علموه لكن لا يطور من نفسه. بدليل يا أخواننا الآن مؤسساتنا المالية إلا من رحم الله ما زالت كما هي، لم تتطور. الزحام على المؤسسات ما زال موجود، ما زلنا نستعمله في الشيكات كنظرة محاسبية من اشتغل المحاسبة. ماكينة الاي تي ام، ماكينة هي متاع سحب المال كويس، يعني لما تجيبها أنت عندك في المصرف يعني تكاليفها تعادل تكاليف موظفين. يعني أنت تجيب ماكينة أولى لك من أنك تجيب اثنين موظفين يشتغلون معك. لكن ما زال حتى قضية التعاطي مع هذه الأفكار لا، يبوا الزحمة يبوا الشيكات. ما زلنا إلى الآن نعاني حتى في قضية التحويلات، قضية إصدار شيكات. لماذا؟ لأن احنا كل يوم ما نطورش من روحنا. أنا اللي جعلني أقول هذا الكلام لأن كل احنا ما يجي قانون قاعدين نتناقش فيه، من الذي فرضه؟ من الذي وضعه؟ يا أخوانا أمس قرأت تقرير أن بريطانيا عندها 6 بنوك إسلامية، بريطانيا عندها 6 بنوك إسلامية وعندها 20 فرع مصرف إسلامي لبنوك ربوية، واحنا قاعدين ندعكوا من اللي يدارهاتي والله مدارين جماعة الحي ولا الإخوان. أنت الناس توظف في الأموال. الآن كما ذكرنا لكم أن لندن عاصمة للصيرفة الإسلامية تستقطب في الأموال، وأنت ما زالت تناقش الجدال العقيم من الذي فرض. كويس، صيغ التمويل اليوم ناخده أول هذه الصيغ عندنا بيع المرابحة للواعد بالشراء. المرابحة طبعا قبل أن ندخل في المرابحة، طبعا البيوع مرر عليها أنواع البيوع باعتبار تعجيل المعقود عليها وتأجيلها، بيع الحال معروف، بيع الحال، بيع الآجل مر معنا، بيع السلم ذكرناه وقلنا سيأتي شرحه، وهذه الأنواع الثلاثة من البيوع جائزة شرعا. بيع الدين بالدين ما حكمه؟ لا يجوز. أعطوني صورة من صور الناس اليوم في بيع الدين بالدين. تقول احنا بعيد علينا قمار ما عندناش، بيع الدين بالدين ما عندناش، من يعطيني صورة وله درهم على صلاح الفرجاني لأن أخرنا؟ نعم ما سمعتكش. لا لا، بيع الدين في الدين، أعطيني في شيء واقع الناس في دنيا الناس، ما تكلموناش من ألفاظ موجودة في الفقه لكن ما لهاش تطبيقات اليوم. لا مش دين بالدين عم الشيخ، كانوا شو ندرنا؟ ما درنا شيء، نعاودوا الدرس من الأول. هذه صورة. أنا نقول لك قداش يبي منك، نعطاها صورة بسيطة. نادر ولا نادر نبي منا 100,000. كويس، ما قدرتش نوصل لل100,000 متاعي، يأتيني الأخ عبد الناصر يأتيني الأخ عبد الناصر يقول لي باي خلاص نعطيك 90,000 ونتفاهم أنا وياه، يعني نعطيك 90,000 ونتفاهم. هذا بيع الدين بالدين. المقاصة لما ذكرناها يدير فيها بعض المصارف يقول لك لو أردت أن تستعجل المقاصة الآن أعطيني 1% يأخذوا فيها ولا 1%، هذا 3% الآن، 3% 1% المقاصة، هذا بيع الدين بالدين. مفهوم هذا؟ إذن هذا بيع الدين بالدين ممنوع، بيع الكالي بالكالي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنواع البيع الأخرى من بيع المقايضة، شنو هو بيع المقايضة؟ سلعة بسلعة، تبدل لي بسيارة بسيارة، هذا بيعرة ويسمى بيع مقايضة لأنه سلعة بسلعة. بيع السلم هذا مر معنا، وبعدين البيع المطلق مر معنا، وبعدين أنواع البيوع باعتبار تحديد الثمن. بيع المساومة شنو هو؟ لا أذكر السعر تكلفة الحقيقية للسلعة، نقول لك ساومني أو هذه نباها ب10,000، بكم كلفت هذه؟ تقول لك ما دخلكش. كويس، بيع المزايدة شنو هو؟ بيع المزايدة المزاد العلني، جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن لا يجوز للشخص أن يدخل فيه وينجز فيه، يعني يزيد السعر من غير قصد الشراء. بيع الأمانة، بيع الأمانة يا أخواننا شنو هو بيع الأمانة؟ إيه لكن شنو هو تعريفها؟ الإخبار بالتكلفة الحقيقية للسلعة زائد كم بتربح فيها، هذا شنو يسموا فيه؟
هذه مرابحة، وبيع الأمانة أن تخبر بالقيمة الحقيقية للسلعة. وذكرنا في المحاضرة الماضية أن ثلاثة أنواع بيع الأمانة. في بيع التولية، شو معنى بيع التولية؟ نعم، نقول لك تعالى خذ السيارة كما اشتريتها، هذا بيع أمانة. لو أنك زدت دينار محرم عليك. البيع الثاني بيع الوضيعة أو الحطيطة، كلاهما نقول لك تعالى البضاعة مكلفة 9 دينار، خذها ب8 دينار، هذا بيع أمانة. البيع الثالث شنو يا أخواننا؟ المرابحة، وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول اللي هي التكلفة، مضافا إليها ربحا معلوما، أي البيع بربح معلوم. هذا المطبق في المصارف. يقول لك برا جيب الفاتورة اليوم، فاتورة مبدئية لا تعني شيء ونتكلم عليها إن شاء الله، وناخذ منك 17% من قيمة السلعة، هذا بيع مرابحة. وقلنا في دنيانا احنا موجود، مرات تمشي للسوق تلقى واحد صاحبك يبيع، كم هذه؟ ب 13 دينار هلب علي، يقول لك انا مكلفتني 10 وانت ربحني فيها، هذا شنو يسمى؟ بيع مرابحة. انا مكلفتني 10 وانت ربحني، مفهوم هذا؟ كويس. ناتي لاول باب، صور بيع المرابحة. طبعا يا اخواننا المرابحة ليست امر جديد حديث، يعني تكلم الإمام الشافعي وغيره من الأئمة والعلماء على بيع المرابحة، يعني حتى هناك أثار تنقل عن السلف في هذا البيع بعينه، بيع المرابحة. لو قيل لك ما معنى المرابحة؟ المرابحة بيع السلعة بثمنها أو رأس مالها تكلفتها زايد هامش ربح معلوم، هذا موجود. لكن المرابحة صورتان، كيف صورتان؟ هذا نشرحه الآن. الصورة الأولى تسمى بيع المرابحة البسيطة. شو معنى بيع المرابحة البسيطة؟ ما فيش مورد، من الذي يملك السلعة؟ المصرف، في مخازن المصرف. هذه تسمى بيع المرابحة البسيطة، يعني طرفان بس، يعني المصرف والعميل أو الزبون الوعد بالشراء. أعيد وأكرر، المرابحة البسيطة فيها طرفان، أنا اللي نملك السلعة وأنا اللي نبيع. وعندنا صورة ثانية هي بيع المرابحة للواعد بالشراء التي فيها 3 أطراف. طبعا الطريقتان معمول بهما في ليبيا. الصورة الأولى معمول بها، اشترت بعض المصارف، اشترت السلعة وحازتها وفي مخازنها وهي اللي باعت، هذا واحد. الصورة الثانية أن المصرف لا يمتلك، وهذه صورة الآن نعطيها لكم. يأتي العميل أو الزبون أو طالب الشراء، يأتي للمصرف الإسلامي، هنا في خطأ سوينا، طلب أو وعد بشراء السلعة. الصورة الأولى أن يأتي العميل للمصرف يقول أنا نبي سيارة بالمرابحة. طبعا ما أريد أن أدخل في الجدارة الائتمانية، المصرف هل بيعطيه ما يعطيه شيء؟ طبعا هذا باب محاسبي وهذه دورة تثقيفية. كم مرتبك انت؟ 500 دينار، مرات 500 دينار، انت طالب سيارة ب 16,000، ما يعطوك السيارة ب 16,000. الجدارة الائتمانية، هل عليك التزامات ما عليكش التزامات؟ الضمناء اللي جبتهم هل هم عليهم التزامات او لا؟ هذا لا نريد ان نتكلم فيه. المهم اللي يهمني هنا كيف نستوضح المرابحة من نواحي شرعية. الناحية، يأتي العميل هذا اللي هو الزبون للمصرف يقول انا ابي سيارة. المصرف انا ذاك، هل هو يمتلك السيارة؟ لا يمتلك. احنا بنمشي على هذا انه لا يمتلك السيارة، جميل، ما يمتلكش المصرف. يقول لا، فيعد، لا يسموه العميل الوعد بالشراء، العميل او الزبون يعد المصرف انه اذا اشترى سيارة ان يشتريها الزبون من هذا المصرف. ماذا يفعل المصرف؟ يمشي للمورد. من هو المورد هنا عندنا؟ المعرض السيارات. طبعا بعض البنوك تطالب في فاتورة مبدئية، تقول للزبون برا أنا نتعامل مع 10 مصارف أو معارض، برا اختار لي في حجم مرتبك. طبعا هم يضربوا في المرتب في 20، يعني مرتبك في 20 ضروري يشترطوا في شروط يضمنوا في أموالهم، جيب لنا ضامن ومرتب، والضامن يجيبه من غير جهة عمله، ما نريد أن نتكلم فيه الآن. يقول له برا جيب لي فاتورة مبدئية. فاتورة مبدئية، ما معنى فاتورة مبدئية في حكم القانون أو في حكم الشرع يا أخواننا؟ نعم، اللي قالها يرفع صوته، ما فيهاش أي التزام. فاتورة مبدئية، واحد، إن نتأكد المواصفات اللي بها الزبون.
الشيء الثاني يتأكد هو من السعر، مش قلنا احنا بيع مرابحة، بيع مرابحة صح؟ ضروري الزبون يتأكد بنفسه من سعر السيارة ويلف بين العشرة كويس. يأتي فاتورة مبدئية، بعض المصارف لا يتعامل بالفاتورة المبدئية، شو مداير يا أخوانا؟ مداير قوائم عرض، قائمة عرض، يقول له نبي زي هذه السيارة، جميل، يمشي المصرف يشتري هذه البضاعة، سواء يشتريها بالنقد، والغالب إنه يشتريها بالنقد أو يشتريها بالآجل، بالآجل يعني بعد مدة، ثم يمتلك المصرف السلعة حقيقة أو حكما. وهنا بيت القصيد، وهنا اللي بنتكلموا عليه، أراه هل يجوز لي شرعا أنني أعلم من فلان أنه يريد البضاعة، نمشي نشريها له، نمشي نشريها هني ونبيعها عليه، أو لا يجوز؟ اتركونا من المرابحة، مش مرابحة، ما بيش نتكلم في المرابحة. أنا نعلم من الأخ نادر يدور في لابتوب بمواصفات معينة كويس، وسمعته يذكر أو جاي قال لي من يشري لي، من يشتري لي هذا الجهاز بهذه المواصفات نشريه منه. طبعا جاء تثار حتى على ابن عباس أو غيره أنه قال من يشتري لي هذه السلعة وأربحه فيها، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، لكن بشرط واحد سيأتي ذكره الآن، هذا واحد. الشيء الثاني، أكبر الإشكال اللي نتكلم فيه اليوم، يقول لك المصرف لا يمتلك السلعة، يقولوا فيها صح؟ لا يمتلك. اللي يقول لا يمتلك المصرف السلعة هو أحد رجلين، إما لا يعلم الإجراءات المتبعة، أو كونه لا يفرق بين الملكية وبين القبض. أعيد، اللي يقول لك إن المصرف لم يملك السيارة، إما أن يكون غير مطلع بإجراءات المصارف، أو أنه لا يفرق بين الملكية وبين القبض. ديما نفرق في الناس، نقولهم يا أخواننا قد يتجوز الشخص من امرأة يقرأ على الفاتحة، يقولوا الليبيين، جميل، لكن تزوجها، هل حازها إليه؟ لم يحزها. إذن هناك فرق، أنا نشتري الشيء لكن لم أحزه إليه هذا الشيء، إذن هناك فرق بين الملكية وبين القبض. نحن نتفق جميعا أن المصرف لما يأتي للمورد أو المعرض يشتريها شرعا وقانونا. كيف قانونا؟ عن طريق توقيع العقد برقم الصالة، يعني الشاصيه اللي هو الهيكل، ورقم المحرك، يعني يستحيل أن يبيعها ويستطيع أن يتصرف فيها المعرض. بقيت الشبهة المعروضة، شبهة حوز البضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال من اشترى طعاما فليبيعه حتى يكتاله، هكذا ولا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل أن تحوز إلى الرحل. هذا الدليل. طلعنا من قضية الملكية أو لم نخرج منها. الملكية واقعة، وين الخلاف؟ الخلاف في امتلاك البضاعة حقيقة وحكما. شو معنى حقيقة وحكما؟ أنا نأتي الكلام. حقيقة أن المصرف لما يأتي ويشتري السلعة، أن المفروض يولع السيارة ويجيبها وين عنده؟ المخازن متاعه. هذه شو تتسمى؟ حقيقة. بهي حكما، منين طلعتونا منها هذه؟ طبعا يا أخواننا، هي مفردات بعض المذاهب لها دور كبير جدا في يعني في إخراج صيغ عظيمة تخدم الناس بدون أن ترتكب محظورا. طبعا قضية قبض البضاعة موجود عند غير المالكية. المالكية يرون أن قبض البضاعة تكون في المطعومات، في الطعام، حتى يكتاله في الطعام. أما ما عدا ذلك من السلع فيجوز بيعها قبل قبضها، جميل، هذا القول الأول. الشيء الثاني اللي نبي نتكلم عليه في قضية قبض البضاعة حكما، كيف قبض البضاعة حكما؟ طبعا المصرف وقع عليه ملكية هذه السلعة في هذه الجهة وفي هذا المعرض كويس، الذي يقول ينبغي أن ينقلها لرحله، لماذا؟ حتى يقع عليه ضمان الإتلاف. يعني لو أن فرضنا أن سيارة المصرف اللي قعدت عند المورد عند المعرض احترقت، من الذي يضمن؟ لو لا الذي يضمن هو المصرف،
الذي يضمن هو المصرف ما لم يفرط المعرض. أنا أعطيكم مثال في دنيا الناس. أنا اشتريت من الأخ نادر سيارته جميل، كم بحالي؟ قال لي ب10,000. اشتريتها منه ووقعنا العقد وتم العقد الشرعي، بعت قبلت. أنا ما عنديش وين نحطها، يعني ما عنديش مكان لها أضعها فيه، هل يجوز أن تبقى عنده في جراجه أو لا يجوز؟ يجوز. يده عليها يد ماذا يا أخواننا؟ يد أمانة، يعني الضمان علي أنا لو احترقت سرقت علي أنا في الضمان كويس. أيضا أنا لو بعتها وطلع فيها عيب خفي نتحمل أنا، خلاص هو بحالي أنا وأنا شفتها ورضيت بها. هل يجوز لي أنا أن أبيعها للأخ عبد الناصر الآن ولا لا يجوز؟ يجوز. بيكاه وأنتم في المصارف تقولوا لا لا يجوز، هي نفس الصورة بعينها. بعض المصارف تؤجر إيجارا، وبعض المصارف تخصص له جهة في بعض الشركات يقول لهذه جهة المصرف الفلاني، هل يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كان الضمان، إذا لا تبع ما ليس عندك حتى تنقل إلى رحلك، إنما الغاية فيه والغرض من أجل الضمان. شو معنى من أجل الضمان؟ إذا وقع عليها تلف أو ضياع أن باش يتحملها صاحب السلعة، لكن وإذا كان الضمان يتحمله صاحب السلعة ابتداء ولو كانت عند من وضعت عنده أمانة لا إشكال فيه شرعا. نعيد هذه ولا مفهومة؟ تفضل عم الشيخ. وش فيها لو شرع على خاطرك؟ طبعا ايوه توم تكلموا على هي النقطه توم زال. لا لا جميل جميل. طبعا حتى الذي ياتي بفتوى الشيخ ابن عثيمين ويقول الشيخ ابن عثيمين يقول حراما، متى اهل العلم قالوا حراما؟ للشيخ ابن عثيمين فتوتان طبعا زي فتوى الصور الفوتوغرافيه، قالوا اذا اشتراها من اجلك والزمك بشرائها، الوعد الملزم. شو معنى الزمك بشرائها؟ يعني انت لما جيتني للمصرف قلت لي اشتري لي السيارة اشتريتها لك، ولكن لما كلمته قلت لك تعال اشتريت لك السيارة، قلت لي لا أنا نلزمك هنا بالشراء. هنا تكلم العلماء في الحرمة وقالوا لا يجوز، نشتريها على خاطر جائز ما فيهاش. بل احنا السلع اللي في السوق 99% نشتري فيها على خاطر من؟ على خاطر مقاصد. ان هناك من يشتري سلعة ليس من أجل قصد الزبون موجودة، بل احنا في قطع الغيار مش مرابحة، قطع الغيار احيانا ما تجد عنده يقول لك تباه القطعة ناخذها لك هني. وين المحرم في الشرع؟ قضية الإلزام. فلهذا الهيئة الشرعية هنا في ليبيا، الحمد لله من ليبيا الجديد وإن شاء الله الجديد في كل خير، هي الوحيدة من هيئات الرقابة اللي في العالم الإسلامي التي لا ترى بإلزامية الوعد، بإلزامية الوعد. الأخ السؤال لا لا ما فيش قيمة أخي الكريم، ما فيش قيمة، قيمة الدفعة بعد العقد هذا. ما هذه قضية التغطية المرتب أمر ائتماني نتكلم عليه لاحقا إن شاء الله، أمر ائتماني لا علاقة له، لكن لا يلزمك، لا يلزمك لما يشتري السلعة لا يلزمك بشرائها قولا واحدا. نعم الملف للائتمان، ما هو ما بيش يخش في الائتمان. شو معنى في الائتمان؟ بيقرأ رصيدك ومرتبك هل هو وارد ولا لا، هل عليك التزامات من قبل، هل مرتبك دائما ينزل في كل شهر او لا، بيضمن اموالها بس. نعم خلي الاخ يسأل، احنا ما بنبوش نتعمق قلب بنكمل وراه. تفضل. اي نعم ما فيش الزام البتة في ليبيا، بل اي مصرف يلزم الزبون باشتراء السلعة بعد اشتراء المصرف قانونا طبعا يحاكم لأنه قد خالف القوانين وشرعا خالف الشرع. نعم. الشيخ بقى اللي يتحايل على المصرف ما عندهاش كيف يتسلف من المصرف ولا ياخذ من اي مكان، يمشي ياخذ السياره ويبيعها بخساره. الوقت اللي مدير المصرف ولا اللي هذا ولا اللي هذا البرنامج هذا عارفين ان المواطن اللي بيبيعها بخساره. ريت المصرف كيف يبدا دوله؟ احنا نبوا المصرف كل شيء. يا اخي الكريم قضيه حاجتك المصارف فتحت للمتاجره.
مو حتى هي بتحمل المصرف أن يعطيك ويحسن إليك ويمسح على شعرك مشكلة. هو في الأصل المصرف مؤسسة ربحية ولا ليست مؤسسة ربحية؟ الناس راهو عندها ما عندهاش فصل بين مصرف الدولة، مصرف ليبيا المركزي مثال والجهات الاعتبارية، وبين المصارف التجارية. لحظة، كونك أنت تبي سلفة، دولتك تعطيك سلفة؟ أنا يا أخواننا الإقراض راهو مكلف، الإقراض مكلف. قضية التورق، ما حكم التورق؟ التورق جمهور أهل العلم على الجواز ولا لا يا أخواننا؟ على الجواز. جمهور أهل العلم أن يجوز لي أن أشتري البضاعة لا رغبة في البضاعة وإنما من أجل بيعها والاستفادة بالنقد. جمهور أهل العلم على الجواز، لكن بشروط أنك السلعة ما تبيعهاش لمن اشتريتها منها، هذا ربا عينة. أيضا لا يجوز لك أن تتقصد، أمور أخرى يأتي ذكرها في حينها. هذا بيع عينة، بل هناك قيود كبيرة جدا من هيئات الرقابة في المصارف أن أي مؤسسة أو أي معرض يعلم منه أنه اشترى سيارة من زبون بوسيط أو بدون وسيط أن يغلق عليه بالتام ويجعل عليه غرامة مالية، مش عارف مخالفات الدولة. نعم، المصرف الإسلامي اللي عطيه بصورة إسلامية زي ما يتضحوه السيارة هي تتسوي في المعرض بكاش 14. ما هو أنت تتكلم على أمر قديم رأو، هذه كلها تجاوزوه المصارف. هذا بل الآن يا أخواننا أن المصارف يشترون في السيارات يعني بقيم أفضل في بعض المصارف من القيم أن تأتي بمالك بالكاش. هذا أمر ارتأيت احنا عن طريق المدققين الشرعيين، ذهبوا تمشي أنت بمالك نقدي يعطوك السيارة بثمن، لما يأتي المصرف يعطوه بثمن أقل منك بألف جنيه. احنا ما نسوقوش للمصارف، نبين لك في امر واقع يا اخواننا. احنا لما نبينوا الفتوى قضايا التطبيقات ما تهمناش، احنا نبوا الشبه الشرعيه. كيف الشبه الشرعيه؟ ان اللي يقول لك بيع ما لا يملك، بيع ما ليس عندك، قضيه بيعتين في بيعه، قضيه القبض والملكيه ما زال مش فاهمينها، قضايا التطبيقات الموجوده والاخطاء الموجوده لسنا بصدد الحديث عنها. كويس، بعد امتلاك اذا احنا وصلنا في قضيه هل يجوز لي أنا بيع السيارة يا عبد الناصر وهي ما زالت موجودة عند الشيخ نادر أو لا يجوز؟ يجوز شرعا. يجوز أن أرسل له شخصا يسلمها لعبد الناصر، إذا المسألة لا خلاف فيها. إذا القبض الحكمي إذا كان الضمان عليك في التلف وفي السرقة وفي الاحتراق لا إشكال فيه، والرد بالعيب الخفي. نعم، نشهد بالله أن بعض المصارف موجودة 100% وألف في المية، هذه شهادة بين يدي الله يوم القيامة. وبل هناك بعض المعاملات التي ظهر فيها خلل شرعي، أرباح المصرف من تلك المعاملة كلها مشت لحساب يسمى فيه حساب التطهير. ماذا تريدون بعد هذا؟ كبار الخبراء الشرعيين والاقتصاديين لما يأتي في ليبيا يقول حقيقة إن أمر مش موجود عندنا احنا في دول الخليج، إن تعتبر هي التجربة الكبيرة جدا في دول الخليج، لكن أيضا مع الإخلال في التطبيقات من بعض الموظفين. شين يجيك الموظف أول ما يأتيه الزبون يأتيه يقول له نبي سيارة، ولا ولد عمه يرفع له العقود كلها في الحوش يقول له وقع. طبعا هذه معاملة مخالفة وهذا باطل، لأنه باع ما لا يملك، يعني باع للزبون قبله أن يملك. نعم، معنى بيعتين في بيعة نتكلم عليها تو بتجي في حينها. بيعتين في بيعة زي بيع التقسيط، هناك من يقول بيعتين في بيعة، أن يأتي في بيع التقسيط يقول لك هذه بالنقد 10 دينار، كويس، وبالتقسيط ب15. هناك من يقول بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة إذا مشى من المجلس، يعني خرج من المجلس ولم يستقر على أحد البيعتين، كويس. أما إذا استقر على أحد البيعتين فليس بيعتين في بيعة. ثم بعد ذلك يبيع المصرف للسلعة مرابحة. اللي في ذهن الناس اليوم أن المرابحة مربوطة مع التقسيط، صح؟ يعني إيه؟ رأوا بيع التقسيط بروحه يعني لوحده، وبيع المرابحة لوحده. لكن هنا في ليبيا بيع المرابحة جعلين على أقساط شهرية فقط، لأن بيع التقسيط احنا شنو اخدنا فيه؟ هل من بيوع المساومة ولا بيوع الأمانة؟ بيع التقسيط بيع المساومة، هذه من بحالك بعشرين دينار على التقسيط، كم تكلفتها؟ ما نقول لكش، مفهوم؟ كويس.
بقي إشكالية يا إخواننا في بيع المرابحة. اشتراء السلعة من أجل الناس واشترتها لك أنت، هل فيها إشكال؟ وين الإشكال يا إخواننا؟ غالب الفقهاء وغالب الأئمة أخي الكريم يتكلمون على قضية الإلزام، الإلزام بالشراء بعد الوعد، الإلزام بالشراء بعد الوعد. عملية المرابحة للأمر بالشراء تطلب من قبل الأمر بالشراء لتحقيق هدفين أساسيين، هم طلب الخبرة وطلب التمويل. احنا في ليبيا 99% اللي ياتي يبي يشتري السيارات بالمرابحة شنو يبي؟ يبي التمويل. شنو طلب الخبرة؟ كيف مرابحة طلب الخبرة؟ احيانا يا اخوانا ما قديش نمشي للصين، انا استعين بشخص يمشي ويجيني بمصنع، فشنو نقول له؟ نقول له جيب لي المصنع وجيب لي تكاليفه بالكامل، تكلفة الفعلية، وأعطيك على تكلفته 15% أو 10% من القيمة. هذا إيش معنى طلب الخبرة؟ ونخلصه كاشرة. لكن أنا خلصته كاش على ماذا؟ على خبرته هو وجاب لي البضاعة. مفهوم هذا الكلام؟ كويس. وقد يجتمع الهدفين معا، أي من أجل الحصول على التمويل والخبرة معا. شروط صحة بيع المرابحة: حتى تكون المرابحة صحيحة خدنا احنا شرطين ابتداء: أن يكون رأس المال معلوم مذكور، رأس المال. الشرط الثاني أن يكون الربح معلوم، الربح يا إما بنسبة يا إما بقيمة. كويس. الشرط الثالث أن يكون العقد صحيحا. شو معنى العقد صحيحا؟ لا يجوز لي أن أبيع للزبون البضاعة قبل أن أشتريها. لما يجيني الزبون يقول لي نبي سيارة مثلا هونداي كذا لونها كذا، لا يجوز أن أبرم معه عقدا حتى أشتري السيارة من المعرض. كويس. الشرط الرابع ألا يكون بيع المرابحة في الأموال التي تسري فيها علة الربا. هل يجوز بيع الذهب بالمرابحة أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنها تسري فيه الربا. لكن إذا كان نقدا المرابحة نقدية يجوز. إيه، يد بيد. مفهوم هذا. الشرط اللي بعد الخامس: وجوب تملك المصرف للسلعة قبل بيعها للمشتري مرابحة. فلذلك لما تجي تشري سيارة، ما السيارة، تشري أثاث، تشري مواد بناء، الشرط الأول أن تقول له بين لي وين العقد اللي بينك وبين الطرف الثاني. يجوز لك أن تطالب بالعقد، تقول له وين، وريني العقد. هذا حق شرعي حتى يتبين لك صدق من المصرف في هذه الحالة. أن يتحمل المصرف الرد بالعيب الخفي بعد البيع في حالة ثبوته. أنا اشتريت سيارة من المصرف بالمرابحة، شوف هو اشتراها من شركة، يتحمل العيب الخفي. شو معنى العيب الخفي؟ في عيب ظاهر في المرش في هيكل السيارة، هذا لا تحمله لأن عند التسليم المفروض أنت تشوفها. لكن عيب في المحرك، عيب احنا نقوله في التروس، عيب مصنعي، يتحمل المصرف شرعا، وهذا من شروط المرابحة حتى تكون صحيحة. السابع أن يبين صفة ثمن الشراء مثل حالة الشراء المؤجل أو المقسط أو نقدا. شو معنى هذا الكلام؟ احنا غالب مصارفنا يا إخواننا تشتري سلعة من الشركات أو من المعارض بالكاش، بالكاش. فلهذا لا نسأل كثيرا. لكن في بعض الدول تشتري فيها بالتقسيط، يعني لما تجيك السيارة من طريق المصرف ب20,000، لما أنت بتشراها بفلوسك يقول لك تكلفتها 15,000، لما تسأل تعرف أن المصرف شراها بالتقسيط، والاشتراء بالتقسيط أعلى في قيمة التكلفة. كويس. المراحل التطبيقية لبيع المرابحة نبيك تنتبه معايا هنا في دول الخليج شن فيه. أول مرحلة هي مرحلة الوعد. شو معنى مرحلة الوعد؟ يأتي الزبون للمصرف يقول له شري لي وأنا أنا بنشري منك السيارة. إما أن يكون الوعد ملزم أو غير ملزم. إحنا في ليبيا ملزم ولا غير ملزم؟ غير ملزم. في دول الخليج يا أخواننا قاطبة، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، وكلهم عندهم الوعد ملزم. شن يأخذوا منا في شيء اسمه هامش الجدية. هامش الجدية قريب من العربون، هو في فروق بينه وبين العربون. يعني نعرف منك إنك ستشتري مني هذه السلعة، في حالة نكلت عن الاشتراء ناخذ منك تعويض عن ذلك. نعم، غير جائز، محرم احنا قولا واحدا. المرحلة الثانية مرحلة تملك المصرف للسلعة، يشتريها من المعرض ثم يحوزها أو يقبضها. قلنا احنا مصرفنا اليوم
تحوز في حوز حكمي. ليش يا أخواننا؟ تخيلوا الأموال هذه المعارض الموجودة لو أنها ملك مصارف، شنو يصير فيها؟ نعم، سرقة بالكامل. لماذا؟ لأن في أذهان الناس أن المصارف ملك الدولة وملك الحكومة. احنا في دول الخليج موجود الأمر أن تلقى مصرف يملك وكالة من الوكالات أو جزء من وكالة البي ام أو أي وكالة من السيارات. نعم، ذكرنا هنا، نكمل بس المراحل التطبيقية لبيع المرابحة. مرحلة تملك المصرف، الشراء والحيازة والقبض. فهمنا أن هناك فرق بين الملكية وبين الحوز، يعني القبض. الثانية توجيه البضاعة للبيع. إذا نكل، شو معنى النكول يا أخواننا؟ يجي اللي بيشتري يقول لك مع صار لي في ليبيا. طبعا في ليبيا الوعد غير ملزم، فيبيعها المصرف لزبون آخر. لكن إذا كان الوعد ملزم يأخذ منه هامش الجدية. هامش الجدية ما هو؟ يعني يأخذ مقدار التعب اللي تعبه والعقد اللي وقعه. والسيارة اشتراها اليوم بعشرة، ممكن هو بتسعة. الحمد لله احنا غير موجود هذا الأمر. وبعدين بيع المرابحة للوعد بالشراء، ومرحلة ما بعد البيع تحصيل الثمن بانتظام، وتحصيل الثمن قبل الموعد أو التعثر في السداد. هذا معروف أنه فنظرة إلى ميسرة. نعم أخي، سؤالك. بيع عينة، عين العينة، بيع الربا. عارف ايه هو؟ شو يدروا لك المصارف؟ حفة حرام، ما يجوز قولا واحدا هذا. قبل توقيع العقد او بيع بعد؟ لا يلزم. لا، يبيع لزبون اخر، الغالب يبيعها لزبون اخر. ملزم بالشراء، ايه ملزم قانونا وشرعا. على حسب، اذا كان في علاقه بين المعرض الاول والثاني ما يجوز، ولا الاصل نمشي نبيعها لغيرها حتى لا تدخل في بيع العينه. ما الليبيون ما بيش نقول رائعون، ايه هو الاحتيال موجود بشكل كبير جدا، يعني ياتيك من الطرق الاخرى. فلهذا دائما احنا نراقب على الرقابه الذاتيه وحياه الضمير يا اخواننا، ومراقبه الله عز وجل. هذا اللي نعول عليه اكثر من الكاميرات واكثر من المراقبه البشريه. احكام عامه لبيع المرابحه، يجوز للدائن ان يطلب ضمانا من المدين. طبعا احنا يطلب الضمان من المدين عن طريق الكفلاء. لا يرتبط هنا سداد المديونية بيع المرابحة للوعد بالشراء بمصير السلعة. شو معنى هذا الكلام؟ احنا عندنا في ليبيا ما ياخدش منك حق الامتياز. تذكروا في سيارات المصرف الريفي مش معاها للناس بالتقسيط، وماذا فعلوا فيها؟ ختموا عليها انك لا يجوز بيعها حتى تكمل الاقساط. لكن هنا احكامها غير موجودة هنا في مصارفنا. يحرم على الواعد المدين الغني والملي أن يماطل في سداد دينه، وإذا فعل ذلك جاز للدين أن يتخذ ضده الإجراءات الجنائية، أن يتخذ الإجراءات المدنية. إذا أعسر الواعد بالشراء، شو معنى أعسر؟ ما نزلوش مرتباته هنا وعجز عن سداد دينه، وجب على الدائن اللي هو المصرف أن ينظره إلى ميسرة. لا يجوز للمأمور توكيل الواعد بالشراء في شراء السلعة المطلوبة ثم بيعها لنفسه، وذلك سدا لذريعة الربوية. كيف هذا الكلام؟ يعني لما يجي الزبون يشتري السيارة، لا يجوز للمصرف أن يوكل الزبون، يقول له برا اشري سيارة لي أنا وبيعها أنت لنفسك، سدا لذريعة ربوية. مش عارف، احنا طلبنا اليوم وقت طويل جدا شايف التصليح. نعم، مش عارف بعد العشاء هل يسمح لكم أو لا ناخذ نص ساعة، ولا ناخذ يوم آخر إضافي لو سمح الشيخ مصطفى؟ يوم الجمعة، بيوم الجمعة بعد العصر شنو؟ خلاها، احنا نبغى نستفيدوا تصويت الجمعة بعد العصر ان شاء الله، لان ما زال احنا هي اغلب المؤسسات تستعمل في بيع المرابحة للامر بالشراء لسهولة التطبيق، لامكانية الاحتساب العائد المتوقع
معرفة التدفقات النقدية، انخفاض المخاطر، أيضا إمكانية تقدير واحتساب مخاطرها التموينية. احنا طبعا وصلنا في بيع السلم، ما زال عندنا ثلاث صيغ، نحاول إن شاء الله المحاضرة اتفقتم بعد العصر يوم الجمعة إن شاء الله بهذا نكمل، على الأقل ناخذ صورة على بيع الاستصناع، بيع السلم كيف يوظف، كيف الدولة تستفيد من هذه الصيغ الشرعية إن شاء الله. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، مجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للك